القيم. تيه عروس الكون إنك أرضنا، أنت الفريدة يا أيقونة الأمم. عطر يفيض بأنسام على شجر نهرا وبحرا وألوانا من النعم. إني عشقتك لا آلام، فأنت لي أصل وفرع ونبراس من الطيب. أهلا وسهلا بكم جميعا سيداتي سادتي أعزائي الحضور الكرام. نرحب بكم في المؤتمر العام الثالث لحزب سوريا المستقبل تحت شعار سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية. إدارتنا هويتنا، قواتنا فخرنا، حزبنا أملنا. مضوا إلى المجد لا تنسى شمائلهم، والناس ترحل والشهداء أحياء. سقوا بدماء الطهر أرضهم وجودا عظيما، إن الشهم معطاء. حي الشهادة والشهيد فعزمه، وصل السماء فلا يحطه ثناء. وترى الديار تحصنت بنضالهم، بذل النفوس شجاعة وفداء. ندعوكم جميعا للوقوف دقيقة صمت إجلالا وإكراما لأرواح الشهداء، شهداء الحرية. أيها الشهداء سلام. الشهداء هم قاداتنا المعنويون. طبعا اليوم تم دعوتنا من قبل حزب سوريا المستقبل للإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا لحضور المؤتمر العام الثالث. طبعا هو المؤتمر الثالث على مدار 4 سنين منذ تأسيس المؤتمر وإلى هذا اليوم. كإدارة ذاتية نلامس تطورات في شمال وشرق سوريا، ونلامس تطورات بالنسبة للحزب سوريا المستقبل، واعتباره كمشروع لحل الأزمة السورية في شمال وشرق سوريا. عشنا طويلا وهذه الأرض تجمعنا، عربا وكردا وآشورا وسوريانا. نهر المودة غطى أرضنا وسقى وأنبت الحب والأزهار ألوانا. لن يقدر المحتل ضرب جموعنا، فالدار أقوى من الأعداء بنيانا. شعب توحد والأقدار في يده، للناس رمز وللأخلاق عنوانا. كلمة رئاسة حزب سوريا المستقبل يلقيها الرفيق إبراهيم القفطان، فليتفضل مشكورا. كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر السعيد، وكل عام وأنتم بخير أيضا بمناسبة المؤتمر الثالث لحزب سوريا المستقبل. في هذا اليوم أتقدم إليكم جميعا باسم قيادة حزب سوريا المستقبل وأعضائه قاطبة بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على تشريفكم لنا بحضور مؤتمرنا الثالث، إذ نجتمع اليوم للاحتفاء بهذا الحدث السياسي المميز الذي نأمل أن يشكل فرصة سانحة لمساهمة نوعية في رسم وتأهيل وتفعيل المشهد السياسي الوطني بما يخدم الصالح العام ويعزز مسار التحول الديمقراطي لصالح سوريا والسوريين. التوجيهات السياسية والتنظيمية للمجلس العام لحزب سوريا المستقبل تلقيهم الرفيقة سهام داوود، فلتتفضل مشكورة. أيتها الرفيقات، أيها الرفاق، بعد مرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى، ومع الاقتراب من مئوية التسويات الدولية التي غيرت معالم العالم ورسم خرائط جديدة للمنطقة بعيدا عن تطلعات وطموحات الشعوب، ومن ثم انتزاع السلطة من قبل الأنظمة الاستبدادية القومية في هذه البلدان الناشئة، فالأسباب البنيوية في هيكلية الأنظمة وسياساتها الداخلية والخارجية كانت وما زالت العامل المؤثر الأساسي في خلق الحروب واستمرار الأزمة التي يشهدها العالم ومنطقة الشرق الأوسط. وبعد مرور أكثر من 4 سنوات على تأسيس حزبنا حزب سوريا المستقبل، بدأنا برسم استراتيجياتنا وخوض نضال كبير على مختلف المستويات الفكرية والسياسية والدبلوماسية والتنظيمية للخروج من هذه الفوضى وسط الصراع الدولي والإقليمي، ولكن ما زال يلزمنا الكثير حتى نتوج مسيرتنا بالنصر النهائي.
من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومجلس سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار وتجمع نساء دنوبيا وقوات سوريا الديمقراطية وقوات الشمال الديمقراطي وجيش الثوار ولواء ثوار إدلب وحزب الاتحاد السرياني ومجلس إدلب الخضراء والإدارة الديمقراطية في الطبقة وحزب المحافظين وحزب البناء والتطوير السوري وحزب الخضر الديمقراطي ومجلس المرأة في شمال وشرق سوريا ومجلس المرأة السورية ومجالس الشعب في الرقة واتحاد المعلمين في الرقة والمجلس التشريعي في الرقة ومجلس عوائل الشهداء في الطبقة يباركون ويهنئون لحزب سوريا المستقبل بانعقاد مؤتمره العام الثالث متمنين لهم وللأعضاء الذين سيتم انتخابهم التقدم والنجاح في عملهم ونضالهم. ندعو ديوان المؤتمر العام الثالث لحزب سوريا المستقبل بالتفضل إلى المنصة لاستكمال عمل المؤتمر. الرفيقة سهام داود والرفيق جاهد حسن والرفيقة غالية كتشوان والرفيق عماد موسى والرفيق علي المحمد. المستقبل وأتمنى للرئاسة القادمة وأنا على مدى 4 سنوات هذه أمانة في رقبتي لأجل ذلك أنا أقترح أن يترشح أو أرشح أنا رفيقي في الحزب الأستاذ عبد المهلاش. طبعا سأقبل حتما ترشيحي من قبل الرفيق إبراهيم القفطان رئيس حزب سوريا المستقبل لمنصب رئاسة حزب سوريا المستقبل وسأعرف عن نفسي عبد حامد المهباش عضو مؤسس لحزب سوريا المستقبل وعضو المجلس العام والهيئة التنفيذية للحزب المؤهل العلمي إجازة في الحقوق من كلية الحقوق بجامعة حلب. أطلب من المؤتمرين التصويت والتصديق على ترشيح رفيق عبد المهباش. مبروك رفيق عبد المهباش. سهام يوسف داود. تحصيل العلمي هو إجازة الفيزياء والكيمياء. طبعا مع بداية الثورة السورية انضممنا للحراك الثوري في شمال شرق سوريا. كان لنا الحظ انه نتواجد ببعض الاماكن وناخذ مكاننا ضمن هاي الثورة السورية وصولا الى تبوأ منصب الامانة العامة خلال المرحلة الماضية من عمر الحزب. اليوم وبعد عمل لمدة 2 عامين
أود أن أجدد عهدي وولائي لكل الرفاق الحزبيين. حزب سوريا المستقبل أرشح نفسي لدورة ثانية لمنصب الأمانة العامة، وأتمنى أن أنال ثقة جميع الرفاق والرفيقات. أطلب من المؤتمرين التصويت والتصديق على ترشيح رفيق سهام داوود الأمانة العامة لحزب سوريا المستقبل. مبروك رفيق النجاح والتسوية. البيان الختامي للمؤتمر الثالث لحزب سوريا المستقبل 6/5/2022. بروح شهيدة الياسمين الشهيدة هفرين خلف، وبروح كل من ضحوا للثورة وهتفوا للحرية والكرامة، تم انعقاد المؤتمر الثالث لحزب سوريا المستقبل بتاريخ 6/6/2022 تحت شعار إدارتنا هويتنا، قواتنا فخرنا، حزبنا أملنا، وذلك في مدينة الرقة بمشاركة أكثر من 800 مندوباً وضيوف ممثلين عن المؤسسات، عن مؤسسات الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية والأحزاب السياسية وعوائل الشهداء وحركة المجتمع الديمقراطي وحركة المرأة والشبيبة وشخصيات وطنية واجتماعية. بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكراماً لأرواح الشهداء، وبعد الترحيب بالضيوف تم إلقاء كلمة اللجنة التحضيرية، ثم تلاها قراءة التوجيهات السياسية والتنظيمية للمجلس العام للحزب، ثم ألقى رئيس الحزب المهندس إبراهيم القفطان الكلمة السياسية، وقرئت برقيات التهنئة الواردة إلى المؤتمر، وبعد المصادقة على ديوان المؤتمر تم قراءة ومناقشة التقرير التنظيمي من قبل الرفاق المؤتمرين. عقد اليوم حزبنا مؤتمره الثالث في ظل ظروف عصيبة وقاسية يعيشها شعبنا السوري من جراء سياسات النظام القمعية التي يمارسها على المواطنين السوريين دون استثناء، والذي يتحمل المسؤولية الكاملة تجاه ما آلت إليه الأزمة السورية. هذا مما جعل من سوريا ساحة حرب عالمية أدت إلى انهيار البنية الاقتصادية والاجتماعية، كما أن الصراع الدائر بين الأطراف السورية خلال 11 سنة من عمر الأزمة أفرغ الحراك السياسي من مضمونه وانقسام المعارضة المرتهنة لأجندات إقليمية ودولية. كل ذلك أدى إلى تعقيد الأزمة السورية وانسداد أفق الحل. وأمام كل ما جرى انطلقت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي نتيجة ثقافة المقاومة والدفاع المشروع وتضحيات ودماء الشهداء، وأصبحت هذه القوات الركيزة الأساسية في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي وسداً منيعاً في مواجهة الاحتلال التركي وكافة المؤامرات التي تستهدف استقرار منطقتنا، وهذا ما يجعلنا نشيد بها ونقف معها صفاً متراصاً للحفاظ على المنجزات التي حققتها، ومنها تأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا لتولي وتنظيم شؤون المجتمع وبالشأن السياسي. فقد كان لمجلس سوريا الديمقراطية رؤية سياسية ومجتمعية لتنظيم وإيجاد الأرضية لعمل الأحزاب والقوى السياسية. أثمر هذا عن تأسيس حزبنا ليعبر عن تطلعات السوريين بكافة أطيافهم في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب وجود حزب سياسي سوري ينتهج الديمقراطية ورؤية الحل في سوريا وفق قرارات الشرعية الدولية، بخروج جميع الاحتلالات وأن تكون سوريا دولة يسودها السلام والعدل. ومنذ المؤتمر التأسيسي وحتى اليوم تحول حزبنا إلى قوة سياسية ذات قاعدة جماهيرية تخوله ليتبوأ المشهد السياسي في المرحلة المقبلة،
وقد تم تقييم الوضع التنظيمي لعمل الحزب خلال الفترة الماضية من خلال التأكيد على دور التنظيم في التحول الحزبي والارتقاء به للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع وتوسيع القاعدة الجماهيرية ونشر أفكاره ومبادئه وإغناء الشخصية الحزبية من النواحي الفكرية والسياسية والثقافية والإشادة بدور المرأة والشباب باعتبارهما جزءاً أساسياً وحيوياً وفعالاً في المجتمع. كما تم توافق المؤتمرون على المخرجات والتوصيات التالية: العمل على إيقاف الحرب وتحقيق السلام المستدام في سوريا والإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين والعمل على عودة المهجرين والنازحين. 2. المطالبة بإحالة ملف الشهيدة هفرين خلف إلى المحاكم الدولية المختصة والادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية بحق كل من تورط بالجريمة وداعميه باعتبارها من جرائم الحرب الموصوفة. 3. ضرورة مشاركة القوى السياسية في شمال وشرق سوريا وتمثيلها في العملية السياسية الجارية بإشراف الأمم المتحدة ضمن القرار الأممي 2254. 4. شكل الحكم المنشود أن تكون سوريا ديمقراطية تعددية ذات نظام برلماني لا مركزي. 5. إنهاء كافة الاحتلالات في سوريا وبالأخص الاحتلال التركي من خلال الأمم المتحدة والأطراف الدولية ذات الصلة وفضع سياسات دولة الاحتلال التركي في سوريا والمنطقة. 6. السعي للمطالبة بالاعتراف للإدارة الذاتية الديمقراطية كمشروع ديمقراطي لحل الأزمة السورية. وفي نهاية المؤتمر تم انتخاب المجلس العام للحزب المؤلف من 127 عضوا وانتخاب رئيسا للحزب الرفيق عبد الحمد المهباش وانتخاب الأمانة العامة للحزب الرفيقة سهام داود. عاشت سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية. عاش حزب سوريا المستقبل. المجد والخلود لشهدائنا الرقة 6/5/2022.